خليني اقرا بس الرساله دي مهمه جدا جدا، بالنيابه عن جمهور الزمالك المحترم، بنوصل الكلمه دي ضروري. وفيت وكفيت يا ساده المستشار، يا محترم يا قوي يا عاشق نادينا الغالي، كل جمهور الزمالك اتفقوا على حبك وبيحترمك وبيقدرك، وهتفضل رئيس الزمالك التاريخي غصبا عن التخين. مهندس احمد عثمان، دي كانت مهمه جدا اقراها.